بداية أهم نقاط مشروع ميزانية الجامعة الملكية لرياضة القتال الحر للسنة الموالية كتطرق فيما يلي: تأسيس العصاب الجهوي لرياضة القتال الحر والمختلط، ثانيا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للعصاب الجهوية، تنظيم دورات تكوينية في مجال القوانين المنظمة لرياضة القتال الحر والمختلط، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المدربين، وتنظيم أيضا دورات تكوينية لفائدة الحكام، تنظيم أبواب مفتوحة لتعريف رياضة القتال الحر والمختلط، تخصيص ميزانية سنوية للجمعيات والأندية والشركات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط، تخصيص الدعم المالي للعصابة الجهوية للنهوض برياضة القتال الحر والمختلط، تنظيم بطولة وطنية للهواة برياضة القتال الحر والمختلط، كأس العرش المجيد للهواة، بطولة مولاي الحسن للهواة، جائزة كبرى لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للهواة، واحتضان تظاهرات عالمية في رياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، فيصل زوكر الكاتب العام الجامعة الملكية المغربية رياضة القتال الحر والمختلط. اليوم كنتواجدوا هنا إن شاء الله باش كنزيدوا ونفعلوا النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية رياضة القتال الحر والمختلط، وهو الجامع العادي الجامعة ديالنا. اليوم أهم نقطة في هذا البرنامج ديالنا هي المصادقة على مشروع تأسيس العصب، وهذا العصب احنا حاليا حددناهم 7 عصب حسب الملفات اللي تلقي لهم من الجمعيات والأندية اللي بغاو ينخرطوا معنا في هذا المشروع هذا. شو كيما لاحظتوا جامع كاين واحد الاستجابة، كاين واحد التفاعل هنا، كيبين بأن كاين واحد المقاربة تشاركية فعل قولا وفعلا. احنا جسد الجامعه وهذا الصيغه وهذا المشروع، علاش باش كتبين فعلا بان احنا ما كنتاخذوش قرارات انفراديه بل مقاربه تشاركيه، والقاعه سيد نفسي. قلت قبل قليل بان الانطلاقه الفعاله غتنطلق باش غيلمسوا هذه الانديه وهذه الشركات المنضويه تحت لواء الجامعه، عباره من غنأسوا العصب ديالنا الجهويه، من ثم مباشره غنمروا دورات تكوينيه على المستوى المدربين ولا الاطر التشكيليه ولا الحكام، بالاضافه الى الاداريين اللي غيسهروا على هذا العصاب هذا. اكيد ان الجامعه كيتبعها واحد العمل كبير جدا، وكنشكرها انها وضعت الثقه فيا كمسؤول تواصل تقني مع الشباب اللي تبارك الله هذه الرياضه رغم انها مشهوره عالميا وعندها واحد الصيت عالمي كبير، كذلك في المغرب ولات مشهوره بزاف، وكاين تبارك الله عندنا الشباب عندهم مواهب كبيره، لذلك فهي رياضة الشباب وأكيد لازمها شباب. فالتواصل التقني إن شاء الله مع الشباب المغربي الممارس لرياضة الفنون القتالية المختلطة غادي يكون موجود وموجود، يعني خصهم تواصل. حاليا الحمد لله الجامعة مشات في تأسيس العصب الجهوية، كذلك تكوين يعني دورة تكوينية للمدربين، دورة تكوينية للحكام، وهذه الرياضة يعني كتحتاج واحد القيمة تقنية كبيرة لأنها رياضة، ما يعني رياضة تقريبا كتشمل جميع الرياضات القتالية، فلهذا خصنا نخدموا كاملين إن شاء الله وأكيد بالدعم ديال الشباب المغربي المحب لرياضة الفنون القتالية المختلطة، فبالدعم ديالهم غادي نزيدوا القدام إن شاء الله، وغادي يخليوا هذه الجامعة تكون مثال الجامعات ماشي غير في المغرب فقط وإنما عالمية للفنون القتالية المختلطة، يعني الأمامة في المغرب المغرب فهي موجوده حاليا وغادي تكون على ارض الواقع باذن الله تعالى. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقيه ولاء واخلاص مرفوعه لسد العالي بالله صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. من طرف المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه لرياضه القتال الحر والمختلط، حضره مولاي صاحب الجلاله والمهابه ادام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم، بمناسبة انعقاد الجامع العام العادي السنوي للجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط، نتشرف نحن خدام الأعتاب الشريفة السادة أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط، وأعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات والأندية والشركات الرياضية المنضوية تحت لوائها بفروض الطاعة والولاء اللائقة بالمقام العالي بالله، وأن نعبر لجلالتكم عن خالص الحب والولاء سائلين العالي القدير أن يحقق لديكم الكريمتين ما تتمنوه لشعبكم من عز ومجد ومرتبة رافعة. مولاي صاحب الجلالة، إننا وفي غمرة انعقاد هذا الجامع العام العادي السنوي إلا ونعبر لجلالتكم عن تأييدنا الدائم لسياستكم الرشيدة واعتزازنا الراسخ بعطاءاتكم المتواصلة والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية والمتتالية في شتى المجالات للسير ببلادنا قدما نحو التقدم والازدهار، مسلحا برؤية مستقبلية راسخة وإرادة قوية وعزم أكيد لبلوغ ما تصبون إليه. حفظكم الله يا مولى بالسبع المتاني
والقرآن العظيم، وأدامكم لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا، وأبقاكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة تصونون عزتها وكرامتها، وأن يوكل الراعين صلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الأمير مولي المحبوب مولي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، ويشد عدلكم من صاحب السمو الأمير الجليل مولي رشيد بسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب باستجابة جدير. والسلام على المقام العالي ورحمة الله تعالى وبركاته. قدام الأعتاب الشريفة السادة أعضاء المكتب المدير الجامعة الملكية المغربية رياض قيصر فور ومصاريد، وشكرا.